الثابته بتاع شغل المدرب ده. لا كرات ثابته مين حضرتك؟ لا مؤاخذه يعني كابتن وسام بن يحيى، كابتن وسام بن يحيى لعب شويه فاولات تخلي المدربين اللي بيجيبوا مدربين بتوع فاولات يبطلوا الموضوع بتاع الفاولات ده. يعني كابتن وسام بسم الله ما شاء الله الكرات ثابته كلها رايحه في داهيه، حتى كمان الكرات الركنيه اللي هو فريق الافريقي كان بيقدم ضحك صافي الشوط الاول والشوط الثاني في حوار الكرات الثابته ده. بعد كده كابتن منزل اجباير راح مطلع وسام. الناحيه الثانيه بقى فريق الترجي التغيير المعتاد بتاع زكريا العايب، هننزل غيلان الشعلالي.